وصفرة الأخرى تأتي بالنصر الكري والمتاج تبتع لأدري على طريقة الصورة سماه الكبار سماه المدير الكرة عالية ولكن باستخلاص الكرة عالية ولكن بكلام تفسير كلمة لك يا الرويلي هنا في وسط الميدان. بالأخير الكرة تأتي إلى فاول ضربة حرة غير مباشرة. الجمهور يأتي من كل مكان يتابعون فريق اسمه الزعيم لأنه من المخطط هل سيكون الجلوية حاضرا لفريق اسمه موما. هنا الكرة عالية ولكن الاستخلاص يأتي يا عين على متى بدر الخلف يرجع للوراء. هنا يحاول بسرعة مين بلعبة مين هشوف مرتدة سريعة يحاول على طريق سينور الى بيبينية السرعة برقمك يا متى برقمك يا كبير ولكن الى رمي هو يحيى بتربكم هو يحيى يأتي بوقفة مين بوقفة ولد نشونة الله على الرأسية ولكن لا تأتي من جزيرة اسمها جزيرة هاواي العبارة رملة الكرالية ولكن الأكرم يا للخلفية الكرة مبلايون ولكن بدون تنفوذة لدينا حكم قدير فني عالي كان الأقرب لهذه الكرة واحتسبها فوز البحرة غير مباشرة لصالح يحيى غرور. الكرة تأتي من جديد الكرالية الله الكرة هاي الكرة التي أتت خطيرة الكرة التي أتت في شباكك يا دوسري سيتفاداها في كرة السابقة الأخطاء تأتي اللعبة تأتي مستحيل يا نسيمة مستحيل يا نهبة مستحيل يا سمير يا هاني على والجمهور يأتون من كل الأماكن لكي يتابعون متى لكي يتابعون إثارة. نقول ونكرر عن مباراة الكبار نتكلم عن مباراة الإثارة مباراة التشويق مباراة المتى إلى ربيعة الجانبية لصالح من؟ لصالح فريق اسمه الزعيم. هنا صافرة ناصر القنعي توقف الشوط الأول انتهى بتعادل سلبي كانت هجمة خطيرة ولكن الأقرب لهذه الكرة كان ناصر القنعي حكم المباراة. كونوا معنا في الشوط الثاني متعة في الشوط الثاني إثارة نلقاكم بإذن الله دمتم بحفظ الله وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.